السلام عليكم إخوان. في هذا الفيديو سنتعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان ونيس اليوم في الدوري الفرنسي والتوقيت والقنوات الناقلة. لذلك يا صديقي تابع الفيديو للنهاية، وإذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس. والآن سنتعرف على آخر مباريات لعبهما الفريقين في الدوري. من بعد ما لعبت باريس سان جيرمان ضد سانت إتيان، انتهت المباراة بفوز باريس سان جيرمان بثلاثة مقابل واحد. ومن بعد ما لعبت نيس ضد ميتس، انتهت المباراة بفوز ميتس بواحد مقابل لا شيء. وباريس سان جيرمان يقع في الرتبة الأولى من الدوري في الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة من رصيد 15 مباراة. ونادي نيس في المرتبة الثالثة برصيد 26 نقطة من أصل 15 مباراة. الآن سنتعرف على موعد المباراة. المباراة ستلعب اليوم على الساعة 10 مساء بتوقيت مصر، والتاسعة مساء بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والحادية عشر مساء بتوقيت السعودية.